طلابنا الأعزاء، طلبة الثانوية العامة الصف الثالث مادة الجغرافيا السياسية، أهلا وسهلا بيكم عودا حميدا بانتهاء الترم الأول وبداية الترم الثاني. توكلنا على الله استكمالا لسلسلة حلقات الجغرافيا السياسية. درسنا اليوم طلابنا الأعزاء هو الدرس الخامس من الوحدة الثانية. نذكر حضراتكم بأننا نتبع خطة عمل بدأت من الدرس التمهيدي، ثم دروس الوحدة الأولى: الدولة، المقومات البشرية، النظام السياسي والانتخابي. دروس الوحدة الثانية: بدأنا نتكلم على الحدود السياسية، تصنيفات الحدود، مشكلات الحدود. الأستاذ أيمن رضا عواد، كبير معلم الجغرافيا في محافظة القليوبية. الأستاذ عزيز ويصا عوض، كبير معلم الجغرافيا في محافظة دمياط. نذكر حضراتكم لما قلنا يا أولادي ما مفهوم المشكلة السياسية، حضرتك قلت لنا هي أي تهديد للدولة من الداخل أو الخارج، حاضر، يمس سيادتها ويمس أرضها واستقرار شعبها وتماسكه. قسمنا لحضراتكم أنا وزميلي الفاضل مستر أيمن المشكلات التي تهدد أمن الدول والأوطان إلى ثلاثة أنواع رئيسية: مشكلات الحدود السياسية، مشكلات اقتصادية ذات بعد سياسي تتعلق بمشكلات تقسيم المياه. النهاردة إن شاء الله يا أولاد هنتكلم على المشكلات الاجتماعية ذات البعد السياسي. هنشتغل في الأقليات والهجرة، ودوما باستمرار خريطة العالم السياسية الرسمية، هي دي الخريطة الأساسية اللي بنشتغل من عليها شباب، علشان هنقسم الأقليات وأنواعها وهنقسم الهجرات وأنواعها. مستر أيمن أهلا وسهلا بيك، اتفضل يا فندم. الخريطة السياسية اللي قدام عينينا فيها تفاصيل كتيرة جدا، شايفين روسيا الاتحادية، شايفين الصين، شايفين الهند، شايفين استراليا، شايفين الولايات المتحدة، شايفين كندا، شايفين البرازيل. برجع وافكركم دول اللي بيلفتوا نظرنا ان هم دول كبيره، بس خلي بالك من حاجه، ما هي الدوله الكبيره كلنا فاكرين انها ممكن تقابلني فيها مشكله، وهي مشكله ايه؟ التمرد والانفصال. وده هيظهر مع المثال الكبير زي ما قال مستر عزيز، فاحنا مش عاوزين نحرق شغلنا، ولكن انا بكرر كلامي ان دائما وابدا ابراز المنهج بتاعك جغرافيتك السياسيه خريطه العالم السياسيه. ويا ريت ويا ريت ويا ريت الفترة اللي جاية نبدأ نشتغل كتير على فكرة إن احنا نطلع أفكار ونكتبها بإيدينا. يعني أنا عاوز أنت تبقى مرجع لنفسك، السؤال اللي هو اللي بيلح علينا، أشتغل إزاي يا مستر؟ أشتغل من كتاب المدرسة، طلع الأفكار اللي ما بين السطور، اعمل لنفسك كشكول كده، يعني إيه؟ ابدأ دون فيه، دون فيه ملاحظاتك، لاحظ أشكال الدول من على الخريطة، لاحظ مواقع الدول من على الخريطة، لاحظ مساحات الدول أيضا من على الخريطة. طيب تعالوا بقى النهاردة نبدأ زي ما قال مستر عزيز في مشكلة من المشكلات المهمة جدا. هات لي العنوان يا مستر عزيز بعد إذنك: المشكلات الاجتماعية ذات البعد السياسي. أنا عندي مشكلات اقتصادية لها بعد سياسي، ودي استفدنا فيها قبل الأجازة مباشرة، واتكلمنا عن المية، واتكلمنا عن الطاقة، واتكلمنا بصورة واضحة جدا إيه هي المشكلات الخاصة بالنواحي الاقتصادية عالميا. اللي قدامنا ده اسمه إيه؟ هتبدأ لما أقول لك إن هو ده المسرح السياسي العالمي. إيه ده يا مستر؟ أنا شفت وقريت الكلمة، والكلمة موجودة في كتاب المدرسة في المقدمات. أنا بقول لأولادنا خلي بالكوا جدا جدا من المقدمات، مقدمات الدروس مهمة جدا جدا جدا، وممكن نطلع منها مجموعة كبيرة كبيرة من الأسئلة، سواء كانت أسئلة مقالية، سواء كانت أسئلة من أسئلة النظام اللي احنا اتعودنا عليه اللي هي الاختيارية. فبالتالي لازم أخد بالي هنا بيقول لي إيه؟ ارجع بقى تاني يا مستر عزيز عشان نبدا نكمل شغلنا، نرجع للشرح بتاع مستر عزيز، يقول لي يوجد على المسرح السياسي الدولي او العالمي العديد من الحركات الاجتماعيه. ففي طالب بيهمس في وداني بيقول لي يا مستر بعد اذنك هو المسرح ده فين؟ طب ما تيجي نعرف كلمه المسرح بلغه الادب اللي انت بتدرسه، او المسرح اللي احنا عارفينه. المسرح المكان اللي بتدور عليه الاحداث، مش كده؟ اه. طب هو بيقول لي المسرح السياسي العالمي او المسرح السياسي الدولي،
مين هو؟ الكرة الأرضية البسيطة، القارات العالم. توجد مشكلات اجتماعية مثل الحركات القومية الانفصالية، الحركات المناهضة للتفرقة العنصرية. خلي بالك ان الاشكال، العديد من الحركات اللي بتاخد اشكال متعددة، يعني مجموعة من الحركات الاجتماعية التي تأخذ اشكالا متعددة، ومنها الحركات القومية الانفصالية، الحركات المناهضة للتفرقة العنصرية. طيب كل الحركات الاجتماعية، كل الحركات الاجتماعية يا مستر أيمن ويا مستر عزيز، طالب زكي بيقول لي بتبحث عن حقوق الأقليات، بتدعو إلى العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان. احنا عارفين ان في لجان اسمها لجان حقوق الإنسان، ممكن هنا يقابلني سؤال مصور، ممكن يقابلني سؤال بفقرة. يبقى انا عندي المشكلات الاجتماعية. واحد يقول لي يا مستر أنا معلش بعد إذن حضرتك، أنا وأنا بذاكر كده ما لفتش نظري، أنا قريت الدرس على طول من تعريف الأقلية. لا غلط، المقدمات مهمة جدا جدا، ومستر عايز علمنا الكلام ده وقال لنا دايما اقرأ كويس، اقرأ جيدا، كن قارئا جيدا لكتاب المدرسة، اوعى تبدا الدرس من التعريف مباشره، لا هتقع. يبقى هنا بنقول تعالوا نعرض بعض المشكلات اللي ممكن تشهدها الساحه السياسيه العالميه. انا مستر عايز قال الهجره، مش مستر عايز قال الاقليه، قال لك ايه؟ طب انا بقى عاوز اركز مع حضرتك حاجه. انا النهارده عايش في مكان مثلا كالولايات المتحده الامريكيه او كاوروبا. طيب السلاله اللي هناك السلاله البيضاء زي ما احنا خدنا قبل كده في الثالثه اعدادي، والسلالات اللي موجوده على العالم. طيب فاكر لما مستر عايز قسم لك وقال لك القاره العجوز، القاره الصفراء، القاره السمراء، وقال لك ده بيرجع لايه؟ للسلالات البشريه اللي موجوده هناك. طيب مع الهجره، مع حركه السكان منذ فجر التاريخ عبر الاوطان والاقاليم والقارات، تمام، حصل اختلاط بين السكان. يعني بنقول المثال الجميل قوي ان ايه، لو واحد ذو بشره بيضاء تزوج من سيده ذو بشره سمراء او العكس، فيطلع ايه؟ فواد بيقول لي ايه يا مستر، هيطلع ابنهم ايه؟ قمحي. يعني مش لا هو ابيض ولا هو اسمر. يبقى انا عاوز اقول حاجه مهمه، لم يعد هناك شعب او سلاله نقيه الان. السبب في كده ايه؟ انا عاوز اعرف السبب. انا ممكن تيجي لي دي قضيه للمناقشه باستثناء بعض المناطق اللي احنا بنقول عليها المناطق الايه، المنعزله تماما. ما هو طالما في هجره، طالما في اختلاط سكان، اذا لا يوجد هناك شعب نقي، لا يوجد هناك سلاله نقيه الان. ليه؟ كل شعب زي ما انت بتقول اكتسب دماء جديده، اكتسب قوميات، ثقافات، الثقافات الوافده. انا عاوز اقول مثال بسيط خالص، احنا لو اعتبرنا ان اخواتنا اللي جايين مثلا من اقصى جنوب مصر من الصعيد والناس اللي في الدلتا، طيب انا جاي انا راجل صعيدي وجيت واستقريت في منطقه في الدلتا، ايه اللي حصل؟ تزوجت من اهل المنطقه، بقى في نسب ما بين الاثنين. انا خدت لك مثال صغير بعد اذنك عشان اطلع منه المثال الاكبر، ان ما فيش شعب نقي، ما فيش. ليه؟ حضرتك الحركه والهجره منذ فجر التاريخ، منذ بدايه ظهور الانسان، بدا يظهر ليا ان ما فيش شعب نقي. طيب يا مستر ايه اللي هيحصل؟ هتظهر ليا الاقليات. وهنا يعني 90% من الطلبه بتغلط غلطه كبيره جدا، لما بيجي يبدا يذاكر الدرس ده يقول لك انا بذاكر درس الاقليات، انا ببدا من الاقليات. هات كتاب المدرسه، طبع النسخه الالكترونيه اللي معاك على التابلت، او لو عندك نسخه ورقيه، واقرا من البدايه، اقرا من العنوان، هتلاحظ ان في مقدمه مهمه جدا جدا، هتلاحظ كلمه الحركات الاجتماعيه اللي موجوده على الكره الارضيه، هتلاحظ ان الساحه السياسيه العالميه او المسرح السياسي العالمي بدا يشهد العديد والعديد والعديد من الحركات اللي هيبقى لها دور وهتدخل في حل مشكلات على المستوى العالمي. طيب هنقف مع بعضنا وقفه ونقول يا مستر حضرتك، انت ومستر عزيز في المقدمة قلتوا كلمتين احنا مستنيينهم لما يوصلوا لنا كده، قلت لي كلمة اقليات وقلت لي هجرة. طيب نركن الهجرة ونخليها لوقتها ونبدأ نتكلم عن الاقلية. اتفضل يا مستر عزيز. ما الفرق بين الهجرة وحركة السكان؟ طبعا كلامنا هيوضح جزء كبير جدا، واللي هيركز معانا هيقدر يوصل للاجابات. طيب ما المقصود بالاقلية؟ مجموعة بشرية قليلة العدد تختلف عن مثيلتها في مجتمع الأكثرية. طب وطالب قال الأغلبية مش هتفرق معايا. يبقى إذن الأقلية، بص كده تعالى نركز كده مع بعض، حبة صغيرة قاعدين في وسط حبة كبيرة. أنا قاعد في فصل، تمام، عدد البنات 50 بنت والولاد 5، إذن الولاد هم الأقلية. طيب رحت الحصة الثانية لقيت الفصل 50 ولد والبنات
ثلاثة، إذن البنات بقت هي الأقلية. يبقى أنت عاوز تقول لي إيه؟ إن الأقلية هي مجموعة بشرية تختلف عن مثيلتها في مجتمع الأكثرية. يعني أنت خدت لي من النوع ولاد وبنات مش كده؟ طيب أنا بقى هتكلم عن أنواع الأقلية. إذن تعالوا نفهم، تعالوا نفهم واحدة واحدة كده. ورينا يا مستر عزيز الأنواع: الأقليات القومية، الأقليات الدينية، الأقليات اللغوية، الأقليات العرقية. طيب قبل ما أشرح أنا همسك كل مجموعة من دول وحاول أقرب لك الموضوع. الأقلية القومية، هقول لك على حاجة، أي حاجة تشوف فيها كلمة قومية روح على طول على الاتحاد السوفيتي. يعني لما أقول لك عاصمة قومية هقول لك موسكو عاصمة روسيا، تمام؟ طيب الأقليات القومية افهم بقى دي، الاتحاد السوفيتي ده كان إيه؟ هيقول لي كان دولة واحدة. طب ايه اللي حصل له؟ اتفكك لعدة دول. طبعا كلنا شايفين الأزمة العالمية اللي بتحصل دلوقتي في منطقة اللي ما بين روسيا وأوكرانيا. طيب ما هي دي برضو اللي قالها لنا مستر عايز قبل كده من الدول المستقلة على الاتحاد السوفيتي، وقال لك ان ده بسبب ميول غربية. طيب نرجع لكلمة الأقلية الدينية. طيب مجموعة، يعني هنقول كده ايه، بص المسلمين في أوروبا أقلية. ليه؟ لأن أوروبا هتاخدها بعد كده في درس التكتلات الاقتصادية 5% مسلمين، يعني من كل 100 في 5 مسلمين، وال 95 الباقيين ما بين المسيحية واليهودية، والمسيحية هي الأكبر في أوروبا. طيب الأقلية الدينية عندي زي المسيحيين في الشرق في الوطن العربي، طيب زي مثلا أصحاب الديانات السماوية الثلاثة في جنوب شرق آسيا. إذن الأقلية الدينية لما أكون قاعد في مجموعة، مثلا أنا قاعد دلوقتي في فصل، ممكن حضرتك تشوفها مثلا في 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 حياتك، ان انا مثلا ايه الاقليه الدينيه، انا مجموعه مسلمين في وسط مجموعه كبيره زي في الهند، الاقليات اللي هي اللي موجوده هناك اللي هي اصحاب الديانات السماويه. طب هنخليها لما نجي لها. طب الاقليه اللغويه يا مستر، لما نكون 10 بنتكلم عربي وفي وسطنا واحد بيتكلم انجليزي، قال يبقى اصبح اقليه لغويه وهنتكلم عليها في دورها. طب الاقليه العرقيه، هنقول البيض والسود. طيب يلا نفتح، يلا نفتح واحدة واحدة، حوار حوار. نبدأ بالأقلية القومية. الأقلية القومية ركز بقى معايا، تمام؟ ركز معايا قوي 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 قوي. أنت شايف اللي قدامك ده بداية من مقدونيا، من مقدونيا وصربيا والجبل الأسود والبوسنة والهرسك وكرواتيا وسلوفينيا والمنطقة دي كلها. طيب ننزل تحت كده، المناطق دي كلها كانت إيه؟ المناطق دي كلها كانت مجموعة كده تقدر تقول عليها مجموعة دول، ماشي؟ عارف انت الاتحاد بتاع يوغوسلافيا اللي كان مستر عزبي كلمنا عنه قبل كده. طيب وبعدين تعال على الاتحاد السوفيتي، لما تفكك الاتحاد السوفيتي ظهرت عدة دول مستقلة، طبعا اكبرهم روسيا الاتحادية وهي الاساس لو تفتكر كده السلالة السلافية اللي موجودة في روسيا. طيب وبدأ يبقى فيها أقليات قومية. ليه؟ انت حضرتك الاتحاد السوفيتي تقسم لعدة دول، الاتحاد السوفيتي نفسه تقسم لعدة دول. طيب وبدأت تظهر قوميات مختلفة، بمعنى يا مستر قال لك مثلا ايه، تفكك اتحاد يوغوسلافيا، تمام؟ يبقى انا عندي الاتحاد السوفيتي نفسه، خلي بالك عشان في ناس بتخلط ما بين كلمة ان الاتحاد السوفيتي والاقليات اللي انت بتتكلم عليها ديت في اتحاد في تفكك يوغوسلافيا. يوغوسلافيا شيء والاتحاد السوفيتي شيء، عشان في ناس كتيرة بتخلط بين دي يا مستر عزيز وبيتوه في الاثنين دول. ولكن تعالوا نبدا كده مع بعضنا واحدة واحدة، تمام؟ واحد بيقول لي الأقلية القومية، أنا من الأليوبية وعايش في دمياط، أنا من دمياط وعايش في الأليوبية، أنت عاوز تقول لي إيه؟ هقول لحضرتك حاجة، بعد ما تفكك اتحاد يوغوسلافيا إلى عدة دول صغيرة، تمام؟ هي كانت دولة واحدة، كانت دولة واحدة، بقى في مقدونيا، في مقدونيا فيها أقليات ألبانية، طيب أروح للبوسنة والهرسك، فيها أقليات صربية وكرواتية، ألا يبقى مقدونيا وصربيا فيها أقلية ألبانية والبوسنة والهرسك فيها أقلية صربية وكرواتية. طب لاحظ معايا بالقلم يا مستر عايز بعد إذنك، علم لي فوق في مقدونيا وصربيا على صربيا، وتحت هيقول لي في البوسنة والهرسك في أقلية صربية وكرواتية. لاحظ بقى كده معايا، يبقى صربيا دي هي اصلا كدوله فيها اقليه البانيه، تمام؟ تمام يا مستر، يبقى كده صربيا فيها اقليه البانيه هي ومين ومقدونيا. طيب بص صربيا ومقدونيا فيها اقليه ايه؟ قال لي اقليه البانيه. طب البوسنه والهرسك اللي هي جنب صربيا، تمام؟ فيها اقليه صربيه واقليه برضو كرواتيه. بص كرواتيا فوق، بص صربيا تحت. تعالى كده مستر عايز على البوسنه والهرسك وغير اللون الاصفر وحددها للطول. جميل قوي. طيب البوسنه والهرسك، البوسنه والهرسك يا مستر قال لك ايه؟ شوف جارتها من هنا صربيا وجارتها من فوق كرواتيا، تمام؟ علم لي برضو فوق على كرواتيا، يبقى انا هاخد سهم من كرواتيا نزله على البوسنه والهرسك، تمام؟
يبقى في ناس من هنا عايشين فين؟ على ارض البوسنه والهرسك لما كانت يا مستر كلها تعتبر دوله واحده قبل كده لما كان اتحاد يوغوسلافيا، وفي ناس من صربيا عايشين في البوسنه والهرسك. يبقى البوسنه والهرسك فيها نوعين من الاقليات اللي هي بتتبع دوله تقع في شمالها، دوله تقع في شمالها، ودوله اخرى تقع فين؟ في شرقها. يبقى في دوله بتقع في شمالها ودوله اخرى اللي هي بتقع في شرقها. يبقى اول نوع من الاقليات قلنا الاقليه اللي هي القوميه، وقلنا نتيجه تفكك الاتحاد السوفيتي، تمام، وبعد كده نتيجه تفكك يوغوسلافيا، اتحاد يوغوسلافيا الى عده قوميات، من هنا ظهرت زي ما انت قلت الاقليات القوميه. يبقى نكرر، الاقليه القوميه نتائج تفكك الاتحاد السوفيتي ماشي ويوغوسلافيا. بالنسبه للاقليات ظهرت دول مستقله. طيب في كل دوله مجموعه تنتمي للدوله الاخرى المجاوره، ومن هنا بدا يظهر فكره الاقليه القوميه. تعقيب مستر عزيز اتفضل. كل الشكر والتقدير يا مستر ايمن طبعا على جهد حضرتك الملموس جدا. خليني بداية بشكر أولادنا المتابعين لينا، وحابب أن أنا نسيب شوية فكرة السؤال اللي أنا طرحته في بداية الحلقة. تمام. الفرق ما بين الهجرة وأنا معاك في دي، وكان عشان نقرب أقوى. شكرا يا مستر أيمن على جهدك الكبير في شرح المعلومة. فعلا حابب أن أنا أتكلم في الأقليات القومية. هقول لحضراتكم حاجة أولاد مهمة قوي، دايما دقة غير عادية في الجملة اللي أقولها دي. ارتبط ظهور الأقليات القومية. بص بقى على الخريطة يا مستر أيمن، في شمال القارة الآسيوية، خليني أخذ مجموعة معلومات أعينهم معايا. ارتبط ظهور الأقليات القومية في شمال آسيا انتهاء الصراع الأيديولوجي، انتهاء الحرب الباردة، انهيار الاتحاد السوفيتي. ليه؟ احنا هنربط بين مشهدين يا مستر أيمن. صراع القوى العظمى بين الكتلة الشرقية والكتلة الغربية أسفر هذا الصراع عن تفكك الاتحاد السوفيتي، وبالتالي ظهر في الاتحاد السوفيتي أقليات قومية. أنا هعمل إيه؟ هوظف المعلومة اللي في الدرس الخامس بإجابة جاية من الدرس التمهيدي كده. أولادي معاك كويس؟ إن الأقليات القومية كموقع في شمال آسيا، تحديدا انهيار الاتحاد السوفيتي، أسبابها ممكن أعدد من الأسباب، كانتهاء الصراع الأيديولوجي، كانتهاء الحرب الباردة، كسقوط الاتحاد السوفيتي، وأيضا ممكن نضيف اختلال التوازن الدولي. تفضل يا مستر أيمن. تمام. طيب تعالوا ننقل لنوع تاني من أنواع الأقليات. النوع التاني ألا وهو الأقلية الدينية. طيب تعالوا بقى معايا كده بالراحة ناخد واحدة واحدة. أنا عندي أقلية مسلمة موجودة فين؟ في أوروبا وأمريكا الشمالية والجنوبية. طيب عندي الأقليات المسيحية في كل العالم العربي، كذلك كل أتباع الأديان الديانات السماوية، الأديان السماوية الإسلام، المسيحية، اليهودية، فين؟ في جنوب شرق آسيا، منطقة الصين، منطقة اليابان، منطقة كوريا، منطقة الهند. طيب يا مستر أنا عاوز أسأل سؤال، ويمكن إحنا لمسيني الكلام ده جدا 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 عندنا هنا في مصر الحبيبة. إحنا كيان واحد، عمرنا ما فرقتنا فكرة الأديان، عمرنا ما فرقتنا فكرة الألوان، عمرنا ما فرقنا أي شيء. فأنا بقول لك لا تمثل الأقليات الدينية مشكلة في الدولة إلا إذا إيه؟ إلا إذا حرمت الأقلية من الحقوق التي تمارسها الأغلبية. يعني كلنا هقول لكم على مثال جميل قوي قوي، يعني هنا واضح جدا في مصر. لو تفتكروا في أزمة كورونا، هل صدر قرار بإغلاق الكنائس وسيب المساجد مفتوحة؟ لا، بالعكس، الاثنين في نفس الوقت، الاثنين إغلاق، الاثنين فتح. طب لو أنا دلوقتي حرمت الأقلية المسيحية اللي موجودة معايا من ممارسة شعائرها الدينية، يبقى لها حق تخرج عن الفكرة نفسها وتبدأ تثير مشكلة. ولكن ده ما بيظهرش إلا إذا، خلي بالك من اللفظ عشان ده هيبقى
قابلني في حاجة اسمها المادة والعهد، هنعرفها دلوقتي حالا، مش عاوز ايه أسبق الأحداث. يبقى أنا لما أجي أتكلم عن الأقليات الدينية، حضرتك بورقة وقلم هتكتب لي الأقليات المسلمة، الأقليات المسيحية، أقليات الديانات السماوية. الأقليات المسلمة فين؟ في الغرب، في جنوب، في دول أوروبا وأمريكا الشمالية والجنوبية. طيب الأقليات المسيحية فين؟ في كل الوطن العربي، في كل العالم العربي، تمام؟ طيب كذلك أتباع الأديان السماوية، الأديان السماوية موجودة في المنطقة بتاعتنا بصورة واضحة. طيب في جنوب شرق آسيا كلنا عارفين إن المنطقة دي معظمها ديانات وضعية، فأصحاب الديانات السماوية هناك بتكون بالنسبة لهم أقلية وبتتعرض للاضطهاد زي ما بنشوف من وقت لآخر. إذن الأقليات الدينية، الأقليات الدينية واضح جدا الفكرة، وقال لك إنها لا تمثل في الدولة مشكلة إلا إذا، إيه إلا إذا؟ إذا حرمت من الحقوق التي تمارسها الأغلبية. يعني هنا الأقلية الدينية اللي موجودة في أي مكان إمتى بتبدأ تصير مشكلات بالنسبة للدولة؟ إمتى بتمثل زي ما بيقولوها كده في بعض المصطلحات السياسية شوكة في ظهر حكومات هذه الدول؟ إما تحرم الأقلية من حقوقها، إما تحرم الأقلية من حقوقها. تفضل مستر عزيز. وشكرا مستر أمان. سبق يا أولاد وتكلمنا في النقطة دي في الوحدة الأولى الدرس الثالث المقومات البشرية، فاكرين يا أولاد؟ لم يعد الدين تثار من أجله النزاعات بين الدول إلا في بعض الدول التي لم ترتقي إلى مصاف التطور والتقدم، فاكرين يا أولاد لما كلمنا على خصائص السكان في الوحدة الأولى الدرس الثالث؟ واحد يقول لي أنت عندك التركيب النوعي، التركيب العمري، الهجرة، الدين، وأن الدين عامل مهم من عوامل التجانس في الدولة، ولم يعد كما كان قديما من الأسباب التي تصل من أجلها النزاعات. خلاص ليه؟ تغليب مصالح الدول والتطور الفكري والثقافي. وإحنا هنا نذكر بعضنا البعض بأن إحنا النموذج الأمثل على خريطة العالم للوحدة الوطنية بين شعب مصر، سواء كنا المسلمين أو المسيحيين، الدين للديان والوطن للإنسان، حققنا وحدة الترابط بيننا تماما، ودي نعمة من النعم اللي بنشكر الله عليها في مصر ويمكن ما بنشوفهاش في بعض الدول الأخرى. شكرا مستر أيمن. نتنقل إلى النوع الثالث وهو الأقليات العرقية. الأقلية العرقية لكل قارة من قارات العالم بها أفراد ينتمون أساسا لعرق أو سلالة معينة. يعني على سبيل المثال انت عارف، انت شفت قارة افريقيا، كلنا لسه خارجين من بطولة افريقيا وكنا بنتفرج على المنتخبات الافريقية كلها كده، طبعا معظمها سلالة السمراء، حتى بنقول القارة السمراء. طيب العرق او السلالة لا يمثل مشكلة الا لما بتظهر مشكلة التميز العنصري، التمييز العنصري بين افراد شعب او دولة معينة. طيب تعالوا نشوف الزنوج في العالم الجديد، الزنوج في العالم الجديد بمثابة اقلية عرقية كانت تمارس ضدهم تفرقة عنصرية شديدة جدا. فين؟ في الولايات المتحدة الأمريكية. طيب البيض القوقازيين في قارة أفريقيا فين بالضبط؟ في منطقة هنا، يعني لما نيجي نقول إيه، في جنوب الصحراء، في جنوب أفريقيا، منطقة جنوب أفريقيا. أنت عارف إن أفريقيا، يعني ما تيجي تقول إيه، هنعمل مقارنة جميلة قوي قوي ما بين الأقلية في جنوب أفريقيا والأقلية في الولايات المتحدة الأمريكية. مستر عزيز موريني على الخريطة موقع جنوب أفريقيا وموقع الولايات المتحدة الأمريكية. احنا هنقول معلومة كده، خليك معايا كده، هات ورقة وقلم وركز معايا كده. هقول لحضرتك حاجة، الأقلية في جنوب أفريقيا الأقلية بيضاء، طب الأغلبية؟ الأغلبية اللي هم الزنوج، اللي هم السكان الأصليين للبلد، يعني الزنوج هناك هم السكان الأصليين للبلد. طيب دي إذن الزنوج بتمثل بالنسبة لي أغلبية في جنوب أفريقيا، والبيض بيمثلوا الأقلية. طيب نروح للناحية الثانية، الولايات المتحدة الأمريكية، السلالة البيضاء، السلالة البيضاء هي الايه؟ الأغلبية. ومهاجرين جايين منين؟ جايين من القارة البيضاء، من قارة أوروبا، تمام. وفي نفس الوقت الزنوج برضو مهاجرين. لاحظ معايا ان الاثنين ضيوف على السلالة الأصلية هناك. انتوا عارفين، انا هسأل كده سؤال لأولادنا برضو، هي السلالة الأصلية اللي موجودة في الأمريكتين او خاصة في امريكا، يعني في الولايات المتحدة الأمريكية في الأصل او في الأمريكتين كانت ايه؟ كلنا عارفين كان اسمها الهنود الحمر. اذا يبقى سواء كان الزنوج دول جايين من افريقيا وكانوا طبعا دول جابوهم زمان للعمل، والبيض اللي هم اصلهم اصلا اوروبيين، فهنا السلاله البيضاء الاوروبيه بتمارس اضطهاد عنصري على الاقليه الزنجيه. تعال نروح لجنوب افريقيا،
اقتصاد الدوله، ثلاث ارباع اقتصاد الدوله في ايد البيض، فبالتالي بيمارسوا اقل. يعني تعالى بقى ايه، ان الزنوج هم المضطهدين في كل مكان حتى وان كانوا اغلبيه، ودي ظاهره جدا في جنوب افريقيا. يبقى النوع الثالث هي الاقليات العرقيه. احنا كنا خدنا في الدروس السابقه مشكله سبته ومليله في دوله المغرب، فاحنا هنا ممكن نقول جمله جميله قوي يا ريت تكتبوها ورايا: يتشابه وضع المغاربة في سبتة ومليلة مع وضع الزنوج في جنوب أفريقيا. شوف احنا عملنا ايه، ربطنا درسين ببعض. يتشابه وضع الزنوج في جنوب أفريقيا مع وضع المغاربة في سبتة ومليلة، فإنهم يمثلون ايه يا أولاد؟ أغلبية ولا أقلية ولا أصحاب أرض ولا مهاجرين؟ يا سلام على السؤال، سؤال يعني ايه اللي جاب ده لده؟ تمام. طيب نقولها تاني، عايز اسيب الخريطه علشان ناخد من خلالها الاقليه اللغويه تبقى واضحه الخريطه قدامكم. بس يتشابه وضع المغاربه في سبته ومليله مع وضع الزنوج في جنوب افريقيا، فان كلهم هم يمثلون ايه يا اولاد؟ اغلبيه؟ لا. أقلية؟ لا، لأنهم أصحاب الأرض. إذن الإجابة أصحاب الأرض. حتى دي مهمة أوي أوي أوي، نخلي بالنا منها. طب اتنين، جملة تانية أجمل. تتشابه السلالة القوقازية يا مستر أيمن بجنوب أفريقيا، السلالة القوقازية دي الأقلية البيضاء، مع السلالة الزنجية في الولايات المتحدة. يتشابه وضع القوقاز في جنوب أفريقيا مع وضع الزنوج في الولايات المتحدة، فإنهما أغلبية وأصحاب أرض، أغلبية ومهاجرين، أقلية وأصحاب أرض، أقلية ومهاجرين. شايفين الكلام؟ تبقى على طول هتكون الإجابة يا أولاد أقلية ومهاجرين. عاوزك تكتب ورايا اللي هقوله. بص يا سيدي، أولا اللغة بين قوسين اللسان. ايه يا مستر الكلام ده؟ ما هي كلمة اللغة هي كلمة اللسان، يعني كلمة تتعدد الألسنة زي تتعدد اللغات. اللغة هي الوعاء الثقافي للأمم. أكرر، اللغة هي الوعاء الثقافي للأمم. يعني أنا ثقافتي إيه؟ ثقافتنا العربية، تمام؟ يبقى إحنا ثقافتنا الثقافة العربية. إنجلترا الثقافة الإنجليزية، ألمانيا الثقافة الألمانية، فرنسا الثقافة الفرنسية. إذن الوعاء الثقافي للدولة هي لغتها. وعلى فكرة منها تتكون القوميات، يعني من اللغة احنا اسمنا قومية عربية. طيب كل دولة في العالم بتحرص او بتكون حريصة جدا جدا على ان تكون لديها لغة رسمية واحدة. ولكن هنا على طول مستر عزيز بيهمس في ودانه وبيقول لي ايه، فاكر يا مستر ايمن سويسرا؟ على طول اقول له اه فاكر يا مستر عزيز. مالها دي؟ انت قلت لي فيها اربع لغات ولا تمثل اي مشكلة بالنسبة لها، ما عندهاش مشكلة خالص في الموضوع ده. طيب يبقى هنا بنقول الأقلية اللغوية هي أقل أنواع الأقليات انتشارا على خريطة العالم السياسي. اكتب الجملة دي، الأقلية اللغوية هي أقل أنواع الأقليات انتشارا على خريطة العالم السياسي. ودي جت سؤال السنة اللي فاتت وهقول لك جت ازاي دلوقتي. يبقى أنا لما أجي أبص على خريطة العالم السياسية وأدور فين مشكلات اللغة هلاقيها محدودة شوية. طيب تعالى بقى، معظم الدول اللي عندها اقليات لغويه، خلي بالك من الكلمه، انا ما قلتش كل لان بتفرق كل من كلمه معظم، بحرص على ان تعترف بحقوق الاقليه واستخدام الاقليه لغويتها او لغتها وثقافتها. ليه؟ هنا السؤال، خشيه الانفصال. طب انا عندي مثال عربي واضح جدا جدا جدا. في شمال العراق توجد الاقليه الكرديه اللي هي بتستخدم لغتها. طيب انا كحكومه عراقيه لو منعت الاكراد هيبداوا يطالبوا في الانفصال، وهتقابلني مشكله الاكراد اساسا لما نيجي نتكلم عن حقوق الاقليات. يبقى انا هنا بنقول ايه، انا عندي القاره او الدوله اللي سمحت للاقليه باستخدام لغتها هي دوله العراق. طيب تعالى مثال تاني، بعض الدول التانية بتبدا تفرض على الاقليه لغتها، بمعنى انها بتمنعها من استخدام لغتها. فين المثال؟ عندي المثال موجود في ايطاليا،
بترفض إيقاليا تماما استخدام الأقلية النمساوية لغتها وبتفرض عليها استخدام اللغة الإيطالية. يعني معنى كلامك إيه؟ قدام شوية مستر عايز هيعرض لي حاجة اسمها العهد الدولي، هقول لك إن إيطاليا خلفت العهد الدولي، ولما ندرس درس التكتلات الاقتصادية هقول لك إن إيطاليا خلفت شروط اسمها شروط كوبنهاجن. إذن الأقلية اللغوية زي ما عرض لي مستر عايز قدام عينينا أربع أنواع للأقليات: أقلية قومية، وقلنا شفنا ده مع تفكك الاتحاد السوفيتي وتفكك اتحاد يوغوسلافيا، والأقلية العرقية، والأقلية اللغوية، والأقلية الدينية. طيب تعالوا نشوف مع بعض، تعالوا نشوف كده مع بعضنا بعض النقاط الهامة اللي بتميز الأقليات. يعني لما نيجي نقول طبعا هو الوقت سرقنا، احنا كان عندنا خطة ان احنا نكمل، هنشوف بس حقوق الأقليات. احنا قلنا من شوية انا ومستر عزيز هيقابلنا كلمة اسمها ايه؟ الإعلان العالمي. العهد الدولي، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية للأقليات. طيب الأمم المتحدة عندما أصدرت الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 48، واللي اهتم بقضية التميز العنصري أو التميز بين البشر وبحقوقهم المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية، فكانت المادة رقم 27 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاجتماعية. بقى لما نقولها بصورة تانية يعني ممكن يقول لك المدنية والسياسية دي حقوق اجتماعية، نصت على الآتي: أنه لا يجوز في الدول التي توجد بها أقليات سواء كان عرقية أو دينية أو لغوية. ركز معايا، قال لي بالنص كده إن الدول اللي فيها أقليات، طبعا هنا بنقول الأمم المتحدة، فاكر لما كنا نقول حركات كتيرة ومنظمات كتيرة بتبحث عن حقوق الإنسان، صدر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 48، بدأ يهتم بقضية مهمة جدا كانت موجودة اسمها التميز بين البشر، التميز العنصري. قالوا إيه؟ لا يجوز في الدول التي توجد فيها أقليات سواء كانت عرقية أو دينية أو لغوية أن يحرم الأشخاص المنتمين إلى الأقليات المذكورة من التمتع بثقافتهم الخاصة وإيه كمان؟ والمجاهرة بيهم. تمام؟ يعني ما ينفعش إن أنا أحرم مجموعة دينية من ممارسة شعائرها ومن استخدامها والثقافة الخاصة بيها. طبعا هنا بنقول إيه؟ الموضوع ده بدأ يبقى فيه عندنا بعض المشكلات. يعني الدول اللي بتمنع، أنت لسه قايل لي مثال واضح، إيطاليا خالفت العهد الدولي لحقوق الإنسان. نعم، لأنها منعت الأقلية النمساوية من استخدام لغة. شوف تعالى بقى كده معايا المادة رقم 53 من الدستور المصري. اتفضل يا مستر عزيز السؤال ده عشان انا عارف ان مستر عزيز كان مجهزه لنا من بدري. اتفضل يا مستر عزيز. ايوه حقيقة صحيح، وده من الاسئلة الجميلة جدا يا اولاد اللي تخلوا بالكم منها قوي. تنص المادة 53 من الدستور المصري على ان المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، كلنا واحد، لا تمييز بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة. في ضوء الفقرة السابقة يدل نص المادة 53 من الدستور المصري على، خلي بالك كويس قوي، ده أحد مواد الدستور المصرية اللي أقرت مساواة الكل في مصر في الحقوق والحريات والواجبات. الدستور المصري الحالي في مادة 53 بتتماشى مع ايه؟ رغبة مصر في انهاء التفرقة العنصرية بها، واحنا عندنا اصلا تفرقة عنصرية يا مستر عزيز. طيب وجود حالة من التعايش اللغوي بمصر، تمام، التزام مصر بالمواثيق والعهود الدولية، احترام مصر حقوق الأقلية. انا في مصر ممكن اقول وانا مالي، انا مالي ومال القانون الدولي؟ ما ينفعش. يبقى كده احنا قربنا الإجابة خالص. الإجابة التزام مصر بالمواثيق بالعهود والقوانين. يمكن احنا في المقدمة كنا برضو اتكلمنا عن الفرق بين التفرقة العنصرية في جنوب أفريقيا والتفرقة العنصرية في الولايات المتحدة الأمريكية. الشكر والتقدير يا مستر أيمن، شكرا طلابنا الأعزاء، نراكم على كل خير، شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.